البدايه كده لازم اقول لكم ان موسيماني بكره مش عايز اقول فيه قلق بقى وخوف والكلام ده، خلاص بعد بايرن ميونخ مفيش قلق، بعد بايرن ميونخ مفيش خوف، بعد بايرن ميونخ مع الاهلي مفيش خوف ولا قلق، في حذر بقى، في استعداد، في جديه، في خلاص خدت الثقه، في خلاص يعني الرهبه راحت في ان انا العب كوره، لان برضو ماتش بكره في لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر، وانت بتلعب مين؟ بتلعب بالميراس، يعني فرقه تقيله، بطل امريكا الجنوبيه، مش فرقه قليله، فرقه جرايه، فرقه مهاريه، فرقه عندها قوه، عندها حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين. يعني الفرقه دي صعدت على حساب سانتوس وريفر بليت وبوكا جونيور، يعني على اساس فرق عتيده ممكن هي اتاخدت في اول مباراه، يعني اول مباراه يعني برضو الفرقه لسه جايه والارهاق، وهم جايين يعني امريكا اللاتينيه لقطر مسافات، اوروبا لقطر مسافات. طيب يا ترى محفظتك فيها ايه يا موسيماني بكره؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. تشكيل المتوقع للنادي الاهلي كما يلي: الشناوي في حراسة المرمى، وده أمر مفروغ منه، إن شاء الله ربنا يحرسه دايما يعني. طيب باك رايت حاجز مكانه محمد هاني، مفيش مشكلة، معاه أيمن أشرف باك ليفت خلاص حجز مكانه من المباراة اللي فاتت. اتنين في القلب: بدر بنون و ياسر إبراهيم. لحد كده احنا ما عندناش مشاكل، يعني لحد كده هو نفس التشكيل اللي بعد خروج معلول، وهنتكلم على معلول لان في ناس اتكلمت على معلول. عايز اقول لكم معلول ده ما جاش منه السنين اللي فاتت لعيب من فتره كبيره جدا، وهو مشارك اساسي في بطولات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فعلي معلول ده يا جماعه حاجه كده تدرس مع النادي الاهلي، سواء من حب، سواء من انتماء، سواء من كوره، سواء من حاجات كتير. هنيجي لوقته، خلاص يبقى احنا اتفقنا على الشناوي، هاني، اشرف، بنون، ياسر ابراهيم، ده خط الدفاع. طيب هتلعب بايه بقى يا موسيماني؟ انت هتنزل تلعب ايه؟ تلعب 4-2-3-1 ولا 4-1-4؟ هتلعب ايه؟ موسيماني بكره هيبدا 4-3-3. يعني ايه؟ اسمعوا الكلام ده كويس قوي عشان تشوفوه بكره ان شاء الله في ملعب المباراه. هيلعب 4-3-3. 4-3-3؟ طب دي تتلعب ازاي؟ هقول لكم تتلعب ازاي. هيبقى حمدي فتحي متأخر شوية، تمام، قدامه اتنين، خدوا بقى المفاجأة، عمرو السولية، ماشي، أكرم توفيق، تمام، قدامه تلاتة. احنا كده خلاص قفشه اللي في النص اللي مفيش، قفشه هيلعب على الطرف. قدامه ثلاثة، مين هما؟ قفشه، طاهر، وأليو، سوري، ويلتر بواليا. ده تشكيلة النادي الأهلي إن شاء الله المتوقع إن هو يبدأ بيها هذه المباراة. نقولها سريعا أو نقوله سريعا: شناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، بدر بنون، ياسر ابراهيم، وعلى الشمال ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اكرم توفيق، قفشه، طاهر محمد طاهر، وولتر بوليا. طبعا هيكون متواجد على دكه البدلاء ناس مهمه جدا كانت ممكن تبدا المباراه: محمد شريف، صلاح محسن، ده الو ديانج، ده كان من اللعيبه اللي ممكن كانوا يشاركوا في بدايه المباراه، كان عليهم كلام. الله ينور عليكم. ايوه، لا ماشي، يعني عشان الترتيبة بتاعتكم ماشي، بس طبعا قفشة على الطرف، هو وطاهر محمد طاهر. ده التشكيل المتوقع غدا بإذن الله لمواجهة بالميراث.